انت الجهه اللي بتمنح التراخيص للطاقه. هاي التراخيص يعني بيجيكوا اقبال ولا في رفض ولا يعني هل التراخيص سلسه وسهله وفيها اشتراطات على الجميع ولا يعني كعادتنا بالحكومه امرار بنحابي؟ اسمح لي بدايه اول شيء يسعد مساكو وشكرا لاستضافتنا بهذا اللقاء اللي بيناقش موضوع حيوي هام فيما يتعلق بالطاقه البديله. احنا كهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبموجب قانون هيئة التنظيم اللي تم اقراره بشهر 4 العام الماضي تم منح الهيئة مهام تتعلق بقطاع الطاقة والمصادر الطبيعية بشكل عام والعمل الإشعاعي والنووي. احنا كهيئة تنظيم الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم ورقابة وترخيص القطاع بمختلف أذرعه. نعم. فيما يتعلق بالطاقة البديلة وطبعا هو في الأول بحكمها قانون الكهرباء العام، وفي عندنا القانون الخاص اللي هو قانون زي ما تفضل سعادة الأستاذ جمال وحكى اللي هو قانون الطاقة المتجدد ترشيد الطاقة. بموجب هذا القانون بتم منح التراخيص لكافة الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. في عندنا صراحة تعامل مع هذا الملف بجزئتين، الجزئية الأولى وهي من خلال العروض المباشرة، بتم هناك تقديم عروض لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وعلى ضوء هذه العروض ضمن الاشتراطات الفنية والملأ المالية للشركات المؤهلة وعندها خبرة في تنفيذ هذه المشاريع بتم اختيار الشركات المؤهلة، ومن ثم بتم هناك تحديد سعر شراء الطاقة اللي بتشتريها شركة الكهرباء الوطنية. في إن الاتجاه الآخر وهو من خلال العطاءات التنافسية، إذا قامت الحكومة بإجراء الدراسات الفنية لتحديد شدة الإشعاع الشمسي أو قياس درجة سرعة الرياح في مناطق معينة بيتم طرح عطاءات تنافسية، وعلى ضوء ذلك كمان بيتم هناك اختيار الشركات المؤهلة اللي بتكون بعروضها بتتقدم بأقل الأسعار، وبيتم توقيع عقود والاتفاقيات اللازمة، ومن ثم بتقوم شركة الكهرباء الوطنية بشراء هذه الطاقة. طب تسمحي لي أسألك كم من شركة على دخلت لنا السوق على العطاءات التنافسية وكم من شركة اتفاق مباشر؟ الاتجاه الآخر حكيت لك عنه اللي هو الشركات لغايات الاستهلاك الخاص، الهدف منها هو ليس بيع ولا شركة الكهرباء الوطنية، وإنما هذا المستثمر يقوم باستهلاك الطاقة التي ولدها. وفيها عندنا نوعين من التعامل مع هذا الملف، يا إما من خلال تعليمات العبور اللي تم وضعها من قبل الهيئة، أو من خلال ما نسميه تعليمات صف القياس. إحنا لغاية تاريخه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صارت مرخصة 37 شركة لغايات العروض المباشرة، أو إن كانت من خلال شركات لغايات الاستهلاك الخاص.